إذا تأخرت في النهوض من النوم قرب طلوع الشمس هل أكون أدركت صلاة الفجر؟ هي إذا تأخرت عن الأذان إلى ما قبل شروق الشمس، بمعنى أنه يعني الأذان الساعة الخامسة واستيقظت الخامسة والنصف والخامسة وخمسة وأربعين دقيقة وصلت قبل طلوع الشمس، فإنها صلاتها صحيحة، صلت في الوقت. لكن إن تأخرت إلى ما وراء ذلك، هنا إن كانت متعمدة فهي على خطر وهو إثم وكبيرة من كبائر الذنوب. وأما إذا كانت غلبت نامت ولم تستيقظ، نام الإنسان وغرب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الحديث قتادة، حديث أبي قتادة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. بارك الله فيكم.